شو نكمل؟ نكمل. أنا برأيي ترضى بهالنتيجة لأنه باينه. كتير واثق بحالك. ليش لا؟ ما كل شي بإيدي. مو كل شي بإيدك. جبت لي الورقة والقلم اللي طلبته؟ جاهزين. بس قبلها في شرط صغير. مش أنت بيقولوا عنك المثقف التفاؤلي والروائي الذي لا يشق له غبار؟ بدي إياك تحكي لي حكاية صغيرة. مجرد حكاية. لشخص ما حكاية. هي شغلتي. انت هيك اجيت على ملعبي. انتبه، الملك كش. او معي بدي اياك تحكي حكاية لهالطفل. ماشي؟ ما تنسى في شرط بيناتنا. لا تخافي يا اختي. لا تخافي، أنا مو جاي أذيكي. شو اسمه؟ زياد. تعال عمو، تعال حبيبي. لا يا أختي ما تقلقي، أنا جاي أحكي له حكاية مو أكتر. زياد عمو، تعال حبيبي. مرة كان في عصفورة عم تطير بالسما. شو يعني عصفور؟ عصفور؟ عصفور يعني طائر بطير بالسما وله جناحات بطير فيهم وبيعلي بجناحاته. شو يعني جناحات؟ ما بيعرف شيء. قلته هون. جناحات؟ جناحات يعني
بتاع عصفور. كيف؟ بتاع عصفور. فوت لجوا. بتشوف السماء. عم بقول لك فوت لجوا. بت السماء. ما في عصافير. ما في سماء. وين يا مستخف؟ بدي تفهم منيح انه ما في شيء اسمه كش ملك. الملك ما بيموت. الملك ما بيموت.